بالفعل هنا تتصاعد التحركات الشعبية والجماهيرية في عدة مدن في بلجيكا، وكذلك الحال هنا في العاصمة بروكسل، أسوة بالعديد من المدن والعواصم الأوروبية في هذه الأثناء تحديدا، وخاصة بعد اشتداد الغارات الإسرائيلية المكثفة وقطع كل خطوط الاتصال والاتصالات الدولية والإنترنت وغيره. ويشعر هنا الجاليات الفلسطينية والجاليات العربية والمسلمة وكذلك الناشطين والحقوقيين والمتضامنين بالآلاف من هنا من بروكسل تدفقوا عبر شوارع العاصمة وصولا إلى مركز المدينة. هذه رائد صورة حية هنا في العاصمة بروكسل من أجل الضغط على مواقف الاتحاد الأوروبي التي وصفت من قبل المشاركين. وهنا نواب من البرلمان ألقوا العديد من الكلمات، وصفوا بكل صراحة أن هذه المواقف لا تعبر لا عن قيم وحقوق الإنسان أو مبادئ الديمقراطية التي يتغنى بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته. يطالبون بوقف إطلاق النار دون شروط، وكذلك وقف هذه الغارات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين. أمام هذا الوضع الإنساني الصعب جدا والحقائق التي تتكشف لحظة بلحظة من قطاع غزة، رغم شح المعلومات وكذلك الصور والفيديوهات أو المواد التي تصل، إلا أن هناك دمار كامل وهائل في قطاع غزة، هناك مجازر ترتكب ساعة بساعة ولحظة بلحظة. هذا الصوت هنا وهذه الحناجر جاءت لتقول لكل العالم: نحن نرى ما يجري في قطاع غزة، نحن نشعر بهؤلاء المدنيين، بهؤلاء الأطفال، جئنا هنا لنعبر عن التضامن الكامل ولرفع الصوت عاليا في وسط العاصمة بروكسل إلى كل المؤسسات الأوروبية. سريعا معنا هنا أحد المنظمين والناشط الفلسطيني تحسين زكي. تحسين، لماذا أنتم هنا اليوم وما الرسالة، وإلى أي مدى أنتم قادرون بمشاركة المؤسسات والمتضامنين الأجانب هذه المرة من التأثير في القرار الأوروبي؟ نحن هنا في أهم ساحة في بروكسل، ساحة اللابورس، ساحة المال الأوروبي. اجينا مش بس نتضامن مع أهلنا في غزة، اجينا نديل المجازر والإرهاب ضد المدنيين، ضد شعبنا في غزة. نحن من 7 شهر من طوفان الأقصى لن نهدى ولن نمل ولن نكل. نحن واقفين مع أهلنا وقفة واحدة، ونقول لهم: أنتم ليس وحيدين في هذه الحرب، إن هذه الحرب البشعة، هذه الحرب التي يتآمر عليها العالم كله، الاتحاد الأوروبي والأمريكان والأوروبيين وكل واحد في العالم لن يقدروا يوقفوا هذه الحرب ضد المدنيين. نحن نقول للعالم صرختنا مع كل أصدقاء فلسطين، نواب ومؤسسات وأحزاب في البرلمانات البلجيكية، ليقولوا لحكوماتهم: كفى، وقفوا هذا الظلم على الشعب الفلسطيني. هذه الحرب ليس هي اليوم، هي احتلال من 75 سنة، فعلى العالم أن يعرف. ولن نسكت ولن نهدى، ونحن كل يوم في هذه الساحة من أهم ساحات بروكسل لنعبر للعالم إننا نحن غزة كاملا، نحن فلسطين كاملا، إن كان بلجيكي، إن كان أوروبي، إن كان أي جنسية، هو بالذات هو فلسطيني بالقلب وفلسطيني في الدم. فيا أحرار العالم، فلسطين قضية إنسانية، قضية احتلال دام 75 سنة. فإلى متى هذا الاحتلال سيبقى؟ إلى متى الأوروبيين والأمريكان وكل العالم عندهم غباء سياسي؟ إذا تريدوا السلام أعطوا حقوق الشعوب. شعب فلسطين له حق، وهو صاحب الحق، ويموت من أجل حقه ويدافع من أجل حقه. فتحية لأهلنا في غزة، البواسل، المدنيين، 8,000 شهيد، 3,000 طفل. إلى متى هذا القتل ضد الأبرياء في غزة؟ تحيا فلسطين وتحيا غزة. ونوعدكم، نحن كل يوم في الميدان، لن نهدى ولن نسكت ولن نركع ونموت. وتحيا غزة وفلسطين.
شكرا، شكرا جزيلا لك الناشط الفلسطيني تحسين زكي، والذي يعد هنا يوميا من أحد المنظمين لهذه التظاهرات والفعاليات. قال أننا لن نهدأ ولن نستكين، وسوف تستمر هذه التحركات حتى وقف إطلاق النار ووقف هذا العدوان على قطاع غزة. شكرا جزيلا لك من بروكسل.